اسمه محمد وهو ملك العرب يأتي بآخر الزمان. إذا هو محمد بن سلمان. أخواني أخواتي انشروا هذا الفيديو بشكل جدا استثنائي لأن به أمور ونقاط جدا جدا مهمة. محمد بن سلمان هو الإمام المهدي عند السنة. أخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد. أولا هذا الأخ المتصل، أولا ودائما ما أكرر، اللهم اجعله ممن يفكر أكثر وأكثر ويهتدي إن شاء الله، يهتدي إلى الطريق الصواب وإلى التفكير السليم. هذا الفيديو ليس استهزاء وسخرية به، لكن هذا الفيديو هو عرض لنموذج دائما ودائما ونكرر دائما ما يكون مستشري عند الطرف الآخر. أخواني أخواتي نكرر، اسمه محمد ملك العرب يأتي بآخر الزمان. إذن هو محمد بن سلمان. إذن هو محمد بن سلمان، كيف تقولون إن اسمي واسم والده، اسم والدي، يعني الحديث اللي لازم يكون محمد بن عبد الله وليس محمد بن سلمان. المشكلة أخذ يلف ويدور ويؤول ويفسر ويربط مواضيع بعيدة كل البعد عن المنطق، ونترك لكم الحكم. أخواني أخواتي نستمع لتمام هذا الحوار وبعدها نرجع بالتعقيب، فخليكم معي الفيديو. خليجية أو من اليمن؟ ألو؟ إي تفضل. إي من معي؟ معك محمد من فلسطين. فلسطين، حيا الله أهالي فلسطين، تفضل. حياتي لك. بالنسبة لمهد السنة، في ورد إنه يملك العرب في آخر الزمان رجل اسمه اسمي واسمه أبيه اسمه أبي. زين. كيف؟ يملك العرب بده يكون ملك. الآن الجزيرة العربية أكبر مملكة فيها هي المملكة العربية السعودية حاليا. أكبر مملكة من ناحية شنو؟ أكبر مملكة، أكبر دولة يعني مساحة، يعني هي دولة المملكة العربية السعودية في شبه الجزيرة العربية. يعني السعودية مو أكبر دولة عربية؟ لا، نحكي يملك العرب، جزيرة العرب هي المنوطة بالجنس العربي أو منبع العرب، هي جزيرة عربية، شبه الجزيرة العربية. زين. الآن المملكة العربية السعودية. الآن خلي نثبت، خلي حتى ناقشك على النقاط. أول شيء اسمه محمد عبد الله. صحيح، هو قال اسمي واسمه أبيه اسمه أبي. إي، الثاني شيء أنا راح أناقشك على، يا أخي اعطينا مجال خل أفهمك حتى ناقشك. المسألة الثانية، المسألة الثانية أن يكون ملك على السعودية، صح؟ هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ملك العرب، يملك العرب، ما جلسية السعودية. لا لحظة، ثاني شيء خلينا نصلح، أصلح تعبيري. ثاني شيء هذا يصير ملك على مصر والعراق والجزائر وتونس والأردن والعراق وكله، كله يصير هو الملك عليهم، ولا رئيس جمهورية؟ يعني صحيح بآخر الزمان، نعم هذا إذا كنا نحن بآخر الزمان. يعني بس لحظة خل خدمة، يعني أنت تريد أن تقول الآتي، تريد أن تقول إنه هذا الرجل راح كل الدول تصير دولة واحدة، يعني قبل أن يأتي، ولا هو يعني من دولة يدير كل الدول، ولا شنو قضيتك؟ أحسن دعني أوضح بدل ما أنت تتوقع وتتخمن، دعني أوضح وجهة نظري. يلا أنا راح أسكت وأنت وضح وبعدين أبقى وياي، مو تغلق الخط، أبقى وياي أساجل معك. حيا الله السيد الحبيب. أنا وياك هكذا. هو في القرآن قال ملة أبيكم إبراهيم، وبين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وبين إبراهيم أكثر من 2500 سنة، وقال ملة أبيكم إبراهيم وبينهم أجيال. الآن حاليا المتوقع أن يملك المملكة العربية السعودية هو محمد بن سلمان بن عبد العزيز. فبين، والعزيز اسم من أسماء الله، فيقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، فهو محمد بن سلمان بن عبد العزيز. فهذا حللنا مشكلة محمد بن عبد الله، حللناها. اسمي واسم أبي اسمه يعني المهدي. لحظة، يعني المهدي هو محمد بن سلمان؟ نعم، مهدي السنة. يوجد شخص آخر عندكم
لا 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 الان اتركنا من الاخر لحظه اخونا الله يرضى عليك، انا اريد انتفع منك الان. هل مهدي السنه، واحنا قلنا من البدايه مهدي السنه، هل مهدي السنه هو محمد بن سلمان؟ اخي العزيز لا استطيع ان اجزم ذاك في علم الغيب، لكن من المتوقع اذا كنا نحن الان في اخر الزمان متوقع ان يصلحه الله في ليله وان يكون هو محمد بن سلمان بن عبد العزيز او محمد بن عبد الله، يعني هو محمد بن سلمان بن عبد الله او عبد العزيز، او تستطيع ان تقول محمد بن عبد الله يصلحه الله. زين لا 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 لحظه بس لحظه، شلون انه محمد بن سلمان ابو سلمان، شلون قلبة سلمان سويته عبد الله؟ ماني سولفتك، قلت لك ملة ابيكم ابراهيم، ابيكم الله عز وجل وصف ابراهيم. اذا هذا لا لحظه مو هذا لحظه هذا، اذا اي واحد محمد بن عمر، محمد بن مدري منو، محمد بن دريد، محمد بن مدري شنو، اول ما تساله يقول لك ملة يا بد اعطيني مجال خلي اشكل عليك، هو مو سجال. الان انت تقول ملة أبيكم إبراهيم، الآن أي واحد يقول لك أنا أبوي اسمه عمر، أبوي اسمه عثمان، أبوي اسمه حسين، أبوي اسمه ما أعرف منه، أبوي اسمه كذا، يقول يا أبو المهدي ابن عبد الله، يقول لك لا ملة أبيكم إبراهيم. فأي واحد يدعي، إذن اسم الأب ما له أي قيمة لأن كل إحنا ملة إبراهيم، اتفقنا؟ لا تنتظر، لا تنطبق على اي واحد يدعي. هذا المدعي محمد بن عثمان بن عبد العزيز ولا محمد بن عمر، هل هو ملك؟ هل هو يحكم ملك؟ اول شيء الاسم وبعدين نجي على الملك. اول شيء الاسم، اذا الاسم لا حول ولا قوه الا بالله، غير تفهم اشكالي يا حبيبي يا نور عيني. انا اريد انقض من الجذور الاسم وبعدين نجي على الملك يعني السلطه. اذا اول شيء عبد الله ما إلى أي قيمة، ليش؟ لأن ملة إبراهيم اسمه عمر، اسمه عبد الله، اسمه معرف، بشرط أن يكون ملك. تهينا إذن الاسم ما إلى قيمة، تهينا. بالنسبة لي محمد بن سلمان بن عبد العزيز جد، الجد هو الأب، يعني جد بمثابة الأب، فبالنسبة لي هذه ما هي إشكال، وأنه يملك فهو يملك، هو يملك العرب وعنده خادم الحرمين الشريفين والده، فمنتظر أن يكون خادم الحرمين الشريفين. إذن الاسم الصلبي اللي أبوه اللي يجي منه ما يضر، إنه اسمه عبد الله، اسمه حسين، اسمه عمر، اسمه قمر، ما لنا علاقة. لا إذا كان جده أو أبو جده في عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الرحيم. لحظة الآن فقرة أخرى اسمه. إذن المهدي نفتش في أجداده، إذا لقينا واحد عبد الله إذن هو هذا المهدي. هذا بالنسبة للاسم، ولكن حتى محمد بن عبد الله ولكن لا يحكم، ليس له منصب سياسي. بابا بعدين نجي على المنصب يا أخي، نقطة نقطة. أول شيء نخلص من مسألة الاسم بعدين نجي على المادي. أنا الأول شيء الاسم، كل واحد أنت من أجدادك أكو عبد الله، أنا من أجداد، كل واحد عنده من أجداده عبد الله، الله وكيلك. أنا من أجدادي عبد الله، اتفاق بيني وبينه. إيه؟ بيني وبينك نعم. إذن لحظة، أول شيء خلينا نرفع الراية البيضة. أول شيء إذن محمد عبد الله، عبد الله هذه ما لها قيمة، لأن ممكن يكون من أجدادنا عبد الله فيصدق عليه الحديث. إذن أي واحد الآن يقول لنا أن الأب الصلبي أنه الذي ولده ومن نطفته عبد الله، نقول هذا الكلام غلط، لأن ممكن من أجدادك ويصح. سلمنا، ولكن يجب ان يثبت ان يهدم شهاده ولاده ابيه او جده ان له عبد الله في ابيه او ابو جده او ابو، يعني يجب ان يثبت. هدوء الان، يجب ان يثبت يعني كله زين. الله يرضى عليك، هسه احنا بالعراق في الدور، اروح لك انا اجدادي حتى هويه ما عندهم، بالكويت هويه ما كان عندهم، شلون يعني ما عندهم هويات؟ شو نسوي؟ قبل 100 سنه ما في هويات، شلون نثبت؟ جد جد جدي ما عنده هويه ولا كمبيوتر ولا داتا. عبد الرحمن الناس تعرف، كل الناس تعرف. يابا وينك هويات وجواز سفر باجدادنا؟ ايش فيك انت يعني؟ معقوله؟ تفضل سيدنا، تفضل سيدنا، ارفع الميوت. اي والله صلى على محمد اخي. من صفات المهدي انه منصور، صح؟
إنه ينصره الله تبارك وتعالى، يملأ الأرض قسطا. أخونا؟ صحيح. طيب شاشو محمد بن سلمان تورط وي اليمن وصاح صار يصيح النجدة ها؟ لا نصره الله والدول العربية وطرقات السوداء وهم الله ودش داشة كل شيء ماكو الوزراء وبندقية يوم 30 زين وقضوا قضية زين هذا مهدي إيش هذا مهدي تايوان مع احترام ها أخونا الله ينصركم أخونا أنت لو يعني لو تأخذ لك فرة وتشوف الوضعية شلون صايرة أنا أفضل أفضل يعني لو تنتبه القضية بلدكم والله ينصرهم إن شاء الله أنا أقول أكون أفضل يعني هذا رأيي هذه شكرا لكم أخونا الحبيب على اتصالك شكرا لكم لدي فكرة صغيرة إذا تحبون أشاركها وياكم لا والله شكرا حبيبنا شكرا يعني شبعنا أفكار احنا نريد الحقيقة إيه الله يرحم الراحمين أنا أقول يا أهل السنة يا أخواني قضية يتوقف عليها الكون يملأ الأرض مو يملأ العراق ولا يملأ السعودية يملأ الأرض قسطا وعدلا يعني بدل ما أخواننا الآن داخلين فلسطين وهذا عدل يملأها هذا الرجل شلون نعرفه كيف نعرفه تفضل أيمن حياكم الله من جديد أخواني أخواتي نكرر والله العلي العظيم أنه نطلب لهذا الشخص الهداية ونطلب له يعني اللي نريد نبين أنه لما يستمع هذا الأخ يا أخ محمد أو الأخ من فلسطين لما تسمع هذا الاتصال أو مروج بقناتي أو ملخص بقناتي أولا اعلم بأن هذا الفيديو ليس سخرية ولا استهزاء به أبدا والله إنما بنفس الوقت نريد منكم أنه شوية تفكير شوية تفكرون محمد بن سلمان هذا الشخص الذي خذلكم تجعلونه هو الإمام المهدي الذي يعني لاحظوا الموضوع الخطير هنا أخواني أخواتي شخص كما بين الحاج علي لامي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا يأتي ويكون أو تكون الأمة العالمية أو العالم بشكل مباشر اسمه مرتبط بهذا الاسم الذي سيأتي يكون هو محمد بن سلمان الذي الكل يعرفه بأنه يرعى الراقصات ويعني يأتي بالمباقات وهذا الشيء موجود على أرض الواقع وموجود في البثوث المباشرة فكيف يكون هذا الشخص الذي أوصى به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله نترك لكم الحكم نطلب لهذا الأخ الهداية وإن شاء الله يفكر أكثر وأكثر وحقيقة ينصلح تفكيره إن شاء الله تعالى وفي أمان الله.